أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامجنا فاحصين الكتب. لازلنا نواصل دراستنا في إنجيل يوحنا، انتهينا من 12 أصحاح ونحن على أعتاب الأصحاحات الأخيرة اللي بتبدأ من الساعات الأخيرة لحياة الرب هنا على الأرض. قبل أن نتكلم عن هذا الأصحاح خليني أرحب بضيوفنا في الاستوديو. أخي سفريات أهلا بيك، أخ عادل حبيب أهلا بيك، أخ فايز فؤاد أهلا بيك، أخ أيمن يوسف أهلا بيك. أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب، إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. أخي يوسف، تدلنا فكرة عن محتوى أصحاح 13. فعلا بأصحاح 13 احنا دخلنا إلى الليلة التي أسلم فيها المسيح. أصحاح 12 بدأنا الأسبوع الأخير، لكن أصحاح 13 دخلنا إلى ليلة الآلام. نقدر نشوف فيه ثلاث أفكار في هذا الأصحاح: العشاء الأخير اللي أكله الرب مع تلاميذه، لكن قبل العشاء كان لازم تتم عملية غسل الأرجل. المسيح له كل المجد بنفسه، قام بغسل أرجل تلاميذه، ثم لما بدأ العشاء المسيح غمس اللقمة وأدها ليهوذا الإسخريوطي، فخرج للوقت لكي يعمل مؤامرته الدنيئة ويسلم سيده. لما خرج يهوذا الإسخريوطي بدأ المسيح يتحدث إلى تلاميذه وفتح قلبه في حديث حبي لأولاده لتلاميذه. جميل أوي. العدد الأول اللي بيبتدي بيه الأصحاح جدير بأن نتوقف عند كل كلمة منه: أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب، إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. أخي فايز، أسألك على الجزء الأولانية قبل عيد الفصح، إيه قيمة ذكر هذا الموعد؟ عيد الفصح هو أول الأعياد اليهودية اللي الرب أمر الشعب اليهودي أنهم يحفظوها، وده بيمثل لنا الأساس اللي الله بيتعامل مع الإنسان. الأساس هو الفداء بالدم، لأن عيد الفصح يذكرهم بالليلة اللي خرجوا فيها من مصر، لما أمروا أنه كل بيت يذبح خروف بلا عيب فحص لمدة 4 أيام قبل كده، يرش الدم على القائمتين والعتبة العليا، وهم يتغذوا يأكلوا خروف الفصح المشوي في الداخل. وبعد ما طلعوا من مصر كان على كل يهودي تقي أن يحفظ هذا العيد اللي يذكرهم بالفداء بالدم. وطبعا الرب يسوع المسيح باعتباره اليهودي التقي كان يجب أن يحفظ عيد الفصح في المكان اللي اختاره الرب ليحل باسمه فيه. وإحنا طبعا بالكلام ده بينطبق على المؤمنين بالرب يسوع المسيح خروف الفصح الحقيقي، لأن الرسول بولس في كورنثوس الأولى 5 بيطبق الكلام ده ويقول لنا: لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا، إذن فلنعيد. بس يعني أدي كان في فرق أو اتنين بين الفصح المتكرر اللي كان بيتعمل كل سنة وبين الفصح الأول اللي اتعمل في مصر. الفصح الأول اللي اتعمل في مصر كان يرش الدم، أهمية الدم لازم لأول مرة، كان ممكن يتعمل في البيوت، لكن الفصح المتكرر بعد كده كان ما يذكرش رش الدم، وكما ما يتعملش في البيوت، لكن في المكان الذي اختاره الرب ليحل باسمه فيه، أورشليم والهيكل كان ليهم أهمية قصوى في هذا الأمر. أخي يوسف، الجزء الثاني بيقول: وهو أي الرب يسوع عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب. من ناحية بشوف فيها من هو هذا الشخص، لكن من ناحية تانية كمان بشوف فيه قد إيه عمق حبه خلاه رغم أنه عارف أنه داخل على الوقت الصعب ده، لكن يحتمل كل اللي جاي ويقول كل اللي جاي. داود، نسمع من حضرتك عن الجزء ده. يعني عبارة ساعته جاءت دي كلمة مهمة في إنجيل يوحنا، لأن دايما بنقرأ ساعته لم تكن قد جاءت، حاولوا يقبضوا عليه مرارا كثيرة لكن لم تكن ساعته قد جاءت فلم يفلحوا. لكن هنا وهو عالم أن ساعته قد جاءت. لكن الشيء الجميل، جاءت مش لكي يمضي إلى الصليب،
المسيح في إنجيل يوحنا شخص سماوي وكل تفكيره في السماء، وعارف أنه بعد الصليب سينطلق إلى السماء، حتى أنه قال في أصحاح 14 لتلاميذه: لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون أني قلت أمضي إلى الآب. إذن هنا المسيح كأنه فرحان وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب. كلمة هذا العالم لا ينبغي أن تفوتنا دلالتها، هذا العالم الفاسد، هذا العالم المعادي، هذا العالم الشرير الذي احتمل المسيح فيه مقاومة كثيرة لنفسه، لكن سينتقل من هذا العالم إلى مشهد يختلف تماما، مش إلى السماء لكن إلى الآب. وأنا بشوف أن الآية دي فارقة، حتى أن بعض المفسرين اعتبروا أن من 1 لـ 12 المسيح جاي للعالم، ومن 13 لـ 21 الساعة جاءت لينتقل من العالم، كأن الإنجيل مقسوم نصين، المسيح جاء إلى العالم والمسيح سوف يفارق العالم. لكن أحس أن خدمته لتلاميذه وتواجده معهم سينتهي، فأراد أن يبرز عينة من خدمته المستمرة الدائمة وهو في السماء لأجل تلاميذه. أخي عادل، ده ينقلنا للجزء الثالث من الآية: إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. أي حب هذا؟ في الحقيقة نفهم الكلام ده بمعنيين. المعنى الأول: إلى منتهى ما أوصلتنا إليه خطايانا من بؤس وشقاء وحالة تردي. ودي بشوفها في لوقا 10 في مثل الرجل الذي نزل من أورشليم إلى أريحا، وقع بين اللصوص، عروه، جرحوه، تركوه بين حي وميت. الكتاب يقول: سامريا مسافرا جاء إليه، وصل إليه في هذه الحالة من البؤس والشقاء. لكن من ناحية تانية بشوف فيها إلى منتهى الحب، لم يحتجز قدرا من الحب إلا ومتعنا به. وهنا بفتكر الآية الجميلة اللي قالها المسيح عن نفسه: ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع الإنسان نفسه لأجل أحبائه. إلى أين أخذته هذه المحبة؟ أخذته إلى الصليب، وهناك في الصليب احتمل كل خطايانا ومرتبط بهذه الخطايا من قصاص. لا يسعنا إلا أن نقدم لهذا الشخص المجيد الشكر من كل قلوبنا، لأنه وصل إلى ما أوصلتنا إليه خطايانا، ولأنه شملنا بكل ما في قلبه من محبة. طب عندي سؤال، يعني برضو اللي عنده إفادة يفيدنا، يقصد إيه بخاصته الذين في العالم هنا؟ أعتقد أن برضو دي بتعمل لنا المباينة بين القسم الأول والقسم الثاني. إحنا نقرأ في يوحنا 1: إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. ده النص الأولاني عندما رفض من أمته، لكن هنا له خاصة تختلف عن الخاصة الأولانية اللي هم عائلة الله، اللي هم اتولدوا من الله، دول المسيح أحبهم إلى المنتهى. إذن هناك مباينة جميلة بين الجزء الأول والجزء الثاني. هنا خاصته أحباؤه اللي مات لأجلهم، اللي لا يمكن أنهم يهلكوا، بينما خاصته في أصحاح 1 عدد 11 دول الخاصة التي رفضته اليهود. يعني العشاء، المقصود بالعشاء في يوحنا 13 عدد 2 هو عشاء الفصح الذي يشير إلى الرب يسوع كالخروف الحقيقي للفصح. والفصح كان هو أول المواسم والأعياد السنوية لليهود، وهو يمثل أساس معاملات الله مع البشر، الأساس العظيم لمجد الله وبركة الإنسان. ففي الفصح نرى الفداء بالدم، أي على أساس موت المسيح، وأساس اجتماعنا معاً حول الرب وعبادتنا له، بل وأساس أفراحنا هو موت المسيح لأجلنا، وهو الأساس الوحيد البسيط للراحة والأمان. ويسجل متى ومرقس حوادث تلك الليلة بحسب ترتيبها الزمني. فأكل الفصح يذكر أولاً، ثم التنبيه المستغرب الذي أدلى به الرب عن أن واحداً من الآكلين لهذا الفصح معه سيسلمه. ويعقب ذلك مباشرة ترتيب الفريضة الجديدة التي هي عشاء الرب، ويجب ملاحظة الفارق بين الاثنين
ونحن ندرس هذا الجزء. والكتاب لا يذكر إطلاقاً أن يهوذا الإسخريوطي كان حاضراً وقت ترتيب العشاء الرباني، بل وتدل بعض الإشارات على أنه غادر الجماعة قبل صنع العشاء، وعلى ذلك فهو لم يكن يشترك فيه. فحين كان العشاء وقد ألقى الشيطان في قلب يهوذا سمعان الإسخريوطي أن يسلمه، يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي، قام عن العشاء وخلع ثيابه وأخذ منشفة واتزر بها، ثم صب ماء في مغسل وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي كان متزرا بها. أخ أيمن، عدد 2 بيبتدي بيقول فحين كان العشاء، إيه العشاء هنا؟ هل هو عشاء الرب؟ هل هو عشاء تاني؟ العشاء المذكور هنا هو عشاء الفصح، ويتكلموا عنه الإخوة، مرتبط بأول عيد من أعياد اليهود اللي بيأكلوا فيه خروف المشوي مع فطير على أعشاب مرة. لكن في عشاء آخر ليسمى عشاء الرب أو العشاء الرباني، لكن ده مش مذكور في إنجيل يوحنا، لكن مذكور في الأناجيل الأخرى، ذكر في إنجيل متى أصحاح 26، وفي إنجيل مرقس أصحاح 14، وفي إنجيل لوقا أصحاح 22. يعني إذن العشاء الأولاني ده اللي هو عشاء الفصح مرسوك يهود، لأن هم لسه لحد اللحظة ديت يهود، لكن العشاء اللي رسم الرب، العشاء الكاس اللي هو كاس الخبز يعني، دوت ممارسة مسيحية نزلنا بنمارسها لحد النهاردة في الكنيسة. أخي يوسف، هنيجي لحتة يعني دور الشيطان بقى معايا سمعان يهوذا سمعان الإسخريوطي. قبل ما أقول دور الشيطان مع الإسخريوطي، أقول إن هنا الشيطان الكبير رئيس العصابة، وليس الشياطين اللي نقرأ عنها في الأناجيل، لأن دي كلمتين مختلفتين، ديمون وديفل. هنا الديفل اللي هو الشيطان الكبير، ما هي مش أي مهمة بقى يعني، بالظبط مش مهمة صغيرة يبعت فيها عسكري يعني. ويعني أعتقد إن ما كانش دوره مع يهوذا، لكن دوره الحقيقي مع المسيح. نسل المرأة ظهر، والحية أو من كان يمثله الحية اللي هو الشيطان في مواجهة تعتبر المواجهة النهائية. فلقد سبق الشيطان أن واجه المسيح في البرية، والمسيح انتصر عليه في التجربة على الجبل، في التجربة على الجبل في متى 4 ولو 4. لكن الكتاب يقول لنا في لو 4 أن الشيطان فارقه إلى حين، يعني طب أنا وراك، أنا مش هسيبك. هنا بنشوف بقى المشهد الختام الأخير، عشان كده بقول ده مش دوره مع يهوذا الإسخريوطي، رغم أنه جه في الأصحاح ده مرتين. مرة الأولى في عدد 2 ألقى الشيطان في قلب يهوذا سمعان الإسخريوطي أن يسلمه، وده بيورينا أن الشيطان ممكن يلقي إلى قلوبنا أفكار مدمرة، وعلى المؤمن أن يكون حريصا. لكن المرة الثانية في عدد 27، فبعد اللقمة دخله الشيطان، برضو الشيطان نفسه دخل في يهوذا، لكن برضو بقول المسألة مش يهوذا، المسألة المسيح. فبعد أن أدى الشيطان مع يهوذا دوره، راح المسيح إلى جثيماني وقال الكلمة دي: رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء. يبقى كان في قلب يهوذا الإسخريوطي ألقى له فكرة، ثم دخله لكي ينفذ الفكرة، ثم ترك يهوذا الإسخريوطي وذهب ليواجه المسيح شخصيا. ولما انتصر أو هكذا بدأ وخلى الناس تزرع للحكم بالصلب، وبيلاطس يوقع على هذا الحكم، أعتقد رغم أن الكتاب لم يذكر، لكن أتصور أن الشيطان كان موجودا عند الجلجسة. ويقوي هذا الاعتقاد فيا أن كلمات اللي قالها في التجربة إن كنت ابن الله اتسمعت في الجلجوسة مرة ثانية: إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب. أرى أن المتكلمين مش رؤساء الكهنة، لكن الشيطان بيلقنهم ماذا؟
يقول كانت المعركة الفاصلة بين نسل المرأة المسيح وبين الحية أو الشيطان هنا، وتمت النصرة الكاملة على الشيطان. أخ فايز عدد 3 بيقول يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي قام عن العشاء. ما لهذا الشخص الكريم من امتيازات ويذكرها هنا وهو هيقوم بدور متضع جدا ليه؟ لألا يظن أنه هيعمل حاجة هو مش واخد باله هو مين بالظبط، لأنه هيعمل عملة ما أعتقدش أن واحد ولا واحد من التلاميذ كان هيقبل يعملها. وأنا بطرس استنكفها أصلا من وأنا أعتقد أن المشاجرة التي كانت بينهم في لوقا 22، لأن من كان يظن أنه أكبر كانت بسبب مين هيغسل لنا الرجلين، لأن نسينا نجيب عبد يغسل لنا رجلينا. فكل واحد قال أنا ما عملهاش طبعا، دي عملة ما هعمل مش هعملها، لكن الرب كأنه بيقول لهم خلوا ده عنكم أنا هعملها. طب أنت مش عارف أنت مين بالظبط للأحسن أنت لا، هو عالم كل شيء. وأنا أعتقد في العدد ده هو عالم 3 حاجات، عالم هويته وعالم مهمته وعالم مصيره. هويته هو ابن الله، الآب دفع كل شيء إلى يديه. مهمته أنه خرج من عند الله، خرج لكي يتمم عمل الصليب، لكي يكون هو الفصح الحقيقي اللي حيذبح ويرش دمه ويتشوي بالنار. ولكن الأمر مخلص بكده، لكن مصيره إلى الله يمضي بالقيامة من بين الأموات عشان يواصل من بيت الآب العمل اللي هيتكلم عنه بعد كده المرموز إليه بغسل الأرجل، عمله الشفاعي لرد نفس المؤمن لما تتغبر لجليه وهو ماشي في الطريق. عايز أقول حاجة فايز، إن احنا بنلاحظ إن إنجيل يوحنا يتميز بذكر الآب، حتى الفصل اللي قدامنا يتكرر كثيرا فيه الآب، لينتقل من هذا العالم إلى الآب. يسوع هو عالم أن الآب، لكن بعد كده يقول وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي. دي حاجة محيرة شوية، لكن لما نفهم السبب يبطل العجب. هنا بيتكلم عن نفسه كالعبد العبراني الذي أكمل سني الخدمة 6. العبد العبراني ده رمز جه في العهد القديم في خروج 21، كمل الخدمة لكنه سيستمر يخدم لأنه أحب سيده الله وأحب امرأته الكنيسة المؤمنين خاصته الذين في العالم وأحب أولاده، عشان كده يقول أنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي قام عن العشاء. أنا مش كان ممكن ينتقل إلى الآب بدون صليب بدون، لكن هو حب، وعشان كده في الحتة دي مش يقولوا أنه من عند الآب خرج، لكن من عند الله باعتباره العبد الكامل لله الذي سيواصل خدمته لخاصته. تمام. أخ عادل العدد 4 و5، مشهد عجيب، السيد المجيد عند أقدام العبيد. في الحقيقة أمام هذا المشهد لو امتلكت لقبلت قدمي سيدي المعبود في هذه الصباعية الجميلة التي ترد عنه، يبتدأها بالقول قام عن العشاء، ولا واحد من تلاميذه رضي يقوم بهذه المهمة اللي كانت بينهم مشاجرة من يكون أكبر، لكن السيد العظيم هو الذي قام عن العشاء ثم خلع ثيابه ثم أخذ منشفة، مش خد منشفة علشان يديها لواحد من التلاميذ، لكن أخذ منشفة والحاجة الرابعة اتزر بها. الحاجة الخامسة ثم صب ماء في مغسل. الحاجة الستة وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ. ولك أن تتخيل لم تكن الطرق فيها معبدة والأحذية كانت تشبه الصنادل، كيف كانت الأرجل متسخة محملة بالغبار والتراب. لكن شوف يقول إيه بعد كده، ثم صب ماء في مغسل وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي كان متزرا بها. في الحقيقة دي حاجة تخلي الواحد يعظم من كل قلبه هذا الشخص العظيم جدا المتضع اللي اتضاعه قاد أن يصل لا إلى وجوه التلاميذ ولا إلى أيديهم، لكن إلى أن يغسل أقدام التلاميذ. حاجة تخلينا لو طلنا نقبل قدمي هذا السيد العظيم. غسل الأرجل. في الثقافة والزمان اللذان عاش فيهما المسيح، فرضت الضيافة على أهل البيت أن يقدموا مياهاً لضيفهم حتى يغسل رجليه.
وعادة كان يتم غسل الأرجل قبل البدء في تناول الطعام. وحيث أن الشوارع والأزقة أغلبها ترابية آنذاك، والأحذية عبارة عن صنادل مفتوحة، ولم تعرف الجوارب في ذلك الحين، فيمكننا أن ندرك كيف كانت الأقدام متسخة. ومن الواضح أن أحد صور الاعتناء بالضيف وإكرامه أن يقدم له ماء دافئاً لغسل رجليه. نكتشف ذلك من عتاب الرب لسمعان الفريسي أنه لم يقدم له ماء لغسل رجليه وهو في بيته. كان غسل الأقدام من عمل العبيد أو أقل الحاضرين كرامة، لم يكن مفروضاً على الخادم اليهودي، لكن ربما كان علامة ولاء وإكرام يبديه تلميذ تجاه معلمه برضا وسماحة قلب، تعبيراً عن استعداده للخدمة بتواضع كما أشار إلى تلاميذه. وعندما قام المسيح عن العشاء وغسل أرجلهم، رغم أنه السيد والمعلم، لقنا تلاميذه درساً روحياً حتى يخدموا بعضهم بعضاً بحب واتضاع. عندما يساعد الواحد أخيه أن يسلك بالاستقامة ونقاوة القلب عن طريق كلمة الله التي يشير إليها الماء، بهذا يكون قد غسل رجليه بصورة روحية وليست حرفية. فجاء إلى سمعان بطرس فقال له ذاك: يا سيد، أنت تغسل رجلي؟ أجاب يسوع وقال له: لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد. قال له بطرس: لن تغسل رجلي أبدا. أجابه يسوع: إن كنت لا أغسلك فليس لك معي نصيب. قال له سمعان بطرس: يا سيد، ليس رجلي فقط، بل أيضا يدي ورأسي. قال له يسوع: الذي قد اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه، بل هو طاهر كله، وأنتم طاهرون، ولكن ليس كلكم. لأنه عرف مسلمه، لذلك قال: لستم كلكم طاهرين. أخ يوسف، المشهد أنا متخيله كده لما بيقول فجاء إلى سمعان بطرس، يعني إنه إن الرب كان غسل رجلين قبل كده غالبا يعني، وبعدين لما جه لبطرس، بطرس استنكى في الأمر جدا: لا، ما تغسلش رجلي، أنت ما ينفعش تغسل رجلي، يعني إيه المشكلة؟ سيبه يغسل رجليك، إيه اللي زعله يعني؟ يعني أعتقد فيها نوع من إحساس بطرس بذاته شوية، وده هنشوفها أكتر في الأقوال اللي جاية. بطرس كأنه بيقول إذا كان دول ما عندهمش نظر وخلوك تعملها، لا، أنا بفهم. وبعدين حاجة تاني، إذا أنت السيد ده، أنا نوأ بنمرة اتنين، إذا أنت بتعمل كده أمال أنا هعمل إيه بقى؟ إذا بتغسل رجليهم أمال سبتلك، فلا، أنا مش هخليك، لأن أنا مش موافق على الفكرة دي، ولو كنت سألتني كنت هقولك لا ما تعملهاش. كان بطرس عنده إحساس بالذات، ودي مشكلته، ربنا عالجه، لكن ربنا يحمينا احنا من إحساسنا بأننا بنفهم أكتر من ربنا. رد عليه الرب قال له: لست تفهم أنت الآن ما أنا أصنع، لكنك ستفهم فيما بعد. إحساس بطرس بذاته وأنه أكثر ذكاء وفطنة من التلاميذ، وإحساسه أنه هو عظيم بعد المسيح على طول، فإذا أنت هتعمل كده أمال أنا سبت لي أعمل إيه؟ فده اللي خلاه يرفض، وكان يقول هم يعملوها لكن أنا لا 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 يمكن أعملها. كثيرا ما تلبس الكبرياء ثوب الاتضاع، وده تحذير لنا كلنا ناخد بالنا منه بنعمة ربنا. أخ عادل، في والرب بيرد على بطرس، وضح له بطريقة ربما تكون مش مباشرة، فعايزين نوضحها للمشاهدين، إنه ليه هو عمل كده. فبيقول له مثلا: ليس لك معي نصيب، لو ما غسلتش رجليك ليس لك معي نصيب. قال له ليس لك معي نصيب، لكن لاحظ ما قالوش ليس لك في نصيب. تفرق التعبيرين يفرقوا عن بعض. كون المؤمن يبقى له نصيب في المسيح، ده مركز المؤمن كابن لله بارتباطه بالمسيح بالإيمان.
لكن كونه يبقى له نصيب مع المسيح معناها الشركة اليومية في العلاقة مع المسيح. فرق بين الاثنين، فرق بين في نصيب مركزه كابن لله وبين معي نصيب شركته. لما المؤمن يسقط في زلة لا يفقد مركزه كابن لله، لكن اللي بيتأثر الشركة مع الرب يفقد أفراح الشركة. علشان كده محتاج أن تخسر رجليه، محتاج أن يرد مرة أخرى إلى ما كان عليه علشان يرجع لشركته مع الرب. أوضح لك الفكرة يا أخوي عصام، بطرس لما أنكر المسيح لم يفقد مركزه كابن لله، مع أن دي خطية كبيرة عملها بطرس، لكن فقد أفراح الشركة. ولكي تسترد مرة أخرى أفراح الشركة كان على المسيح أن يعالج نفسه. داود عندما أخطأ خطيته الكبرى لم يفقد الخلاص، لكن فقد بهجة الخلاص وأفراح الخلاص. عشان كده أنا مركزي كمؤمن ابن لله ثابت، لكن الذي يتأثر بسقطته في الخطية هو شركته مع الرب. يعني أفهم من كده أنه كان بيقدم درس رمزي طبعا لحاجة هتحصل باستمرار مع المؤمنين في حياته. ده كلام مظبوط، بالإضافة طبعا للاتضاع وأنه بيقدم لهم مثال زي ما هنشوف مع بعض بعد كده. أخ أيمن، ده يجيبني لسؤال عن إجابة الرب الأولانية لبطرس لما قال له كده: لست تعلم أنت الآن ما أنا صانع، لكنك ستفهم فيما بعد. طبعا توظيفها هنا رائع وجميل، بس أنا نفسي تكلمنا عنها كمبدأ عام بيقول لنا الرب عنه أن مش كل اللي بيعمله لازم نكون بنفهمه في الوقت والتو. يعني هو المبدأ ده بيفكرني بمواقف متكررة أنا كأب شفتها أو اختبرتها مع أطفالي هم صغيرين. لما يجي طفل ويصمم أنه يفهم حاجة أنا متأكد أنه مش هيفهمها، لكن أنا واثق أنه لما يكبر لما يتسع إدراكه هيفهم أنا بعمل إيه بالضبط. ده بيحصل كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. لكن ده مش معناه أنه أي حاجة تحصل في حياتنا، أي تجربة أو ظرف صعب ما أسألش، لا، أنا أروح أسأل الرب، لأنه ممكن الرب عايز يعلمني حاجة، عايز يكلفني بتكليف، عايز يقول لي حاجة. لكن لو أنا في طاعة الرب ومشيئة الرب والرب مش بيجاوب، الرب مش بيدي أي أسباب، أستودع نفسي لأمانة الرب. الرب صالح ويجب أن ندرك أنه يعمل دوما لخيرنا. وأيوب بتعلم الدرس ده أنه الله في كل أموره لا يجاوب عنها. يعني مش ملزم ان هو يديني مش ملزم تفسير انه يشرح لنا النهارده، لكن علي ان انتظر في الوقت المناسب سيعلن لي ما كان يريد ان يحدث. تحمس بطرس يا دكتور فايز. بطرس كان بيحب الرب طبعا، ما عنديش شك في كده، رغم ان احنا احيانا بنيجي عليه شويه يعني، لكن قالوا لا، علاقتي بيك دي مهمه جدا، لو كان على كده يبقى اغسلني كلي على بعض. فرد الرب وقال له كده: الذي قد اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجلي، بل هو طاهر كله وأنتم طاهرون لكن ليس كلكم. عايز أطبق الجزء الأولاني تطبيق عملي في حياتنا. أعتقد إن كلمة اغتسل معناها اللي خد حمام كامل، والحمام الكامل ده معناها إني اتغيرت خالص، يعني بالفداء، يعتمد على الفداء والإيمان بشخص الرب يسوع المسيح مخلصا وفديا، وبالولادة الجديدة اتغير الكيان كله. لكن الأمر لا يخلو من وإحنا ماشيين في البرية الرجلين بتتغبر، أنا ما بمسكش مجلة ولا بمسك جرنان إلا وذهني بيتنجس، وبسمع كلام وداني بحس إنها اتغبرت، وأي حاجة عرضة إن إحنا نتغبر. فعلشان ترد شركتي ويعني العلاقة تبقى مستمرة مع المسيح، محتاج إن أنا أتغسل، أخد حمام إلهي مرة تانية؟ لا، الذي اغتسل يعني كله ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه. دي خدمة الرب يسوع المسيح مستخدما ماء الكلمة، المية بتغسلني، ودي العمل المسيح الشفاعي وهو في المجد دلوقتي مستخدما ماء الكلمة عن طريق المؤمنين والأتقياء. كلمة الله بتكشف لي اللي أنا وقعت فيه وتخليني أندم على خطيئتي، مش تكشف لي وخلاص واستمر في خطئي، لكن أندم وأحس بمرارة الخطية وأنوي من قلبي إن أنا ما ارجع لهاش تاني، واسوي حسابها واعترف بها في محضر الله، ترد الشركه والعلاقه والنصيب مع المسيح اتمتع بيه. في حاجه كمان احب اضيفها، فكره جميله، ان في العهد القديم كان الكاهن قبل ما يدخل القدس عشان يعمل اي خدمه كان يغسل ايديه ورجليه.
في العهد الجديد لا نقرأ عن غسل الأيدي لكن نقرأ عن غسل الأرجل. والبعض شاف في الفكرة دي إن العهد القديم عهد الأعمال فلازم تبقى إيديك كويسة. العهد الجديد العمل تم لكن عليك وأنت في سلوكك أن تلاحظ سلوكك، فالسلوك النظيف مهم جدا وإلا هتنقطع الشركة. لكن لست محتاجا أن تعمل شيئا لكي توجد الشركة أو تحفظها، لكن بس عليك أنك تخلي بالك من سلوكك في حياتك اليومية. أنا برضو بشوف فيها ارتباط بالفصح وعيد الفطير، يعني بيدبح الفصح في بين العشاءين في اليوم الرابع عشر من الشهر الأول، وعلى طول يبتدي عيد الفطير اللي بيتكلم عن القداسة العملية، فالاتنين مربوطين ببعض. صحيح. أخي يوسف ختم الحتة دي الرب قال ولكن ليس كلكم، ويعلق الروح القدس لأنه عرف مسلمه لذلك قال لست كلكم طاهرين. علم المسيح المطلق، ما أروع المسيح في دقته كمان مش بس في علمه، وأنتم طاهرون ولكن ليس كلكم. ما هو يهوذا واحد من الاثناشر اللي غسل المسيح رجليه، ودي نعمة المسيح العجيبة إنه ناوي يروح يذهب إلى رؤساء الكهنة عشان يسلمه ومع ذلك يغسل له رجليه، ولما قعد على السفرة قدم له اللقمة، ودي عادة كان بيعملها المضيف مع أكثر الضيوف معزة عنده، اللي قال عنها مزمور 41 آكل خبزي رفع علي عقبه. فالمسيح دقيق، أنتم طاهرون لكن ما كانش ينفع يقولها كده ويسكت، ولكن ليس كلكم، وبيعلق الروح القدس لأنه عرف مسلمه. وفي الحقيقة إنجيل يوحنا رائع في أنه عمال يكلمنا مرة والتانية والتالتة والرابعة والخمسة عن علم المسيح المطلق. بص في الأصحاح بتاعنا بس يقول كده في أول الأصحاح، يسوع وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم. عدد ثلاثة، يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء في يديه. لما نوصل لأصحاح 16 عشان أختصر مع أن في كلام في النص، لكن التلاميذ قالوا له الآن، عدد 30 من أصحاح 16، الآن نعلم أنك عالم بكل شيء. لما نوصل لآخر الإنجيل بطرس قال له يا رب أنت تعرف كل شيء، أنت تعرف أني أحبك. فالمسيح يعرف كل شيء، وده أمر في تعزية وفي تحذير. تعزية إن رغم أن المسيح عارف كل حاجة عني لكن لم يحتقرني ولم يرفضني، لكن الحاجة الثانية أن المسيح يعرف كل شيء عني وعنك، وده يخلينا نمشي باحتراس، نمشي بتدقيق، لأنه عارف وشايف كل حاجة مهما استخبيت، مهما اختبأت في أماكن مظلمة أو أماكن مستترة. الرب بيقول في إرمية 23 أفما أراه أنا، يقول الرب. تعزية وتحذير. المعلم والسيد. أراد الرب أن يرتب الأمور بحسب ترتيبها الصحيح، فلن نتمكن من الاستفادة من تعليم الرب كالمعلم إن لم يكن هو سيدنا أولا. وجدير بالذكر أن الاعتراف بالمسيح فقط كالمعلم لا يفيد شيئا، بل قبوله مخلصا وربا هو ما يغير الحياة كلها ويؤهلنا لفعل ما يرضي الله. ولن ننتفع من تعليمه لنا عن التواضع ومحبتنا لإخوتنا ما لم يسد هو على حياتنا أولاً، ويمنحنا المقدرة على فهم وتطبيق تعليمه. فكالمعلم هو يوضح ما ينبغي أن يعمل، وكالسيد يعطي لما يعلمه وجوبية التنفيذ. وإذا أقر التلاميذ بأن يسوع بالنسبة إليهم هو المعلم والسيد فقد كانوا في ذلك على حق. وجاء مثال الرب يسوع هنا ليبين أن المقام الأعلى ضمن نظام ملكوت الله هو للخادم، فإن كان السيد والمعلم قد غسل أرجل التلاميذ فأي عذر لهم بعد لعدم غسل بعضهم أرجل بعض؟ كان الرب قد أعطاهم مثالا أو درسا عيانيا على ما ينبغي لهم صنعه بعضهم مع بعض على الصعيد الروحي. وإن كانت كبرياؤنا أو أحقادنا الشخصية تمنعنا من الانحناء لخدمة إخوتنا، فحري بنا أن نتذكر أننا لسنا أعظم من سيدنا.
فهو وضع نفسه حتى غسل أرجل جماعة من الناس غير المستحقين وغير الشاكرين، مع علمه الكامل بأن واحدا منهم كان سيسلمه وآخر سينكره والغالبية ستتخلى عنه. فلما كان قد غسل أرجلهم وأخذ ثيابه واتكأ أيضا، قال لهم: أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ أنتم تدعونني معلما وسيدا، وحسنا تقولون لأني أنا كذلك. فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض، لأني أعطيتكم مثالا، حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا. الحق الحق أقول لكم، إنه ليس عبد أعظم من سيده، ولا رسول أعظم من مرسله. إن علمتم هذا فطوباكم إن عملتموه. أخ أيمن، الرب تعقيبا على الحادثة دي قال لهم: أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ وكأنها دعوة لنا كلنا أن احنا نفهم تعاملاته معانا. كيف تراها؟ الرب معلم عظيم جدا، كان حريص أن يخرج من مدرسته تلاميذ حقيقيين. لما أقام الاثنى عشر، زي ما نعرف من إنجيل مرقس أصح 3 عدد 12، أقام الاثنى عشر ليكونوا معه وليرسلهم، فترة اللي هم معاه بيتعلموا منه، وحريص أن هم يفهموا. يعني السؤال ده نشوفه في الأناجيل يذكر مرتين، في متى 13 وفي يوحنا 13. في متى 13 الرب يقول لهم أمثال، وبعد ما يخلص كلامه يقول للتلاميذ: أفهمتم كل هذا؟ وفي يوحنا 13 أعطاهم نفسه كمثال ويسألهم: أتفهمون ما صنعت بكم؟ الرب كان حريص أن التلاميذ يفهموا تعليمه ويفهموا معاملاته، لأنه لو فهموا كلامه وقدروا كلامه حيثبتوا في كلامه. حاجة تانية، لما يشوفوا الرب عمل إيه يعملوا زيه. أدي المعلم اللي مش بيسمع كلام عشان الناس تبقى حافظة وبس، لكن بيوريهم نموذج هيكونوا زيه، يثبتوا في تعليمه، مش بس يسمعوا كلامه ويحفظوه ويفهموه، لكن يعملوا زي ما عمل، يسلكوا كما سلك هو. أنا الحقيقة بفهم حاجة تاني من الكلام اللي قاله الرب في عدد 12: أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ وبعدين بيكلم: أنتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تقولون لأني أنا كذلك. تاخدين بالكم أنا بعمل إيه؟ عارفين أن أنا بعمل عمل يعني اتضاع غير عادي، وأنا السيد وأنا المعلم. ويكررها تاني في عدد 14: أنا السيد والمعلم. أنا الحقيقة بتوصلني كأن الرب بيوجه إنذار لينا، خلينا أقول نحن لسنا سادة ولا معلمين، وحتى أحسن معلم فينا يعلم بعض العلم، ومحدش يقدر يقول أنه سيد، كلنا عبيد بطالين. لكن الحقيقة وقعنا في فخ أن احنا بنحسب أنفسنا سادة ونحسب أنفسنا معلمين، ونعامل إخواتنا بنوع من التعالي. أنا بتكلم في أوساط المسيحية عموما. أنا يعني أقرأ بس جزء قاله الرب في متى 23 بدون تعليق: أما أنتم فلا تدعوا سيدي، لأن معلمكم واحد المسيح، وأنتم جميعا إخوة. ولا تدعوا لكم أبا على الأرض، لأن أباكم واحد الذي في السماوات. ولا تدعوا معلمين، لأن معلمكم واحد المسيح، وأكبركم يكون خادما لكم. فمن يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع. أنا بتالي المسيح كان بيفكرنا بهذه الكلمات اللي تستحق أنها تبقى قدام كل واحد بيخدم الرب. ده يجيبنا الكلام أخ عادل بيقول لهم: إن كنت وأنا السيد والمعلم. ودي حقيقة، وهو هنا مرة أخرى كحال الإنجيل كله يعلن عن ذاته عن طبيعته. لكن اللي أنا عايز أقوله، بيقول: إن كنت أنا وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض. يجب عليكم، ما هذا الواجب الذي علينا بعضنا نحو بعض؟ أرجو أن لا يفهم المشاهد العزيز أن المسيح يقصد كلاما حرفيا،
يعني مش مقصود ان احنا نجيب ميه حرفيه ومنشفه حرفيه ونغسل رجلين بعض بطريقه حرفيه، لكن المسيح يقصد المغزى الروحي او التطبيق الروحي. فهنا الارجل المتسخه والغبار الذي يعلق بها تشير الى الخطيه التي ممكن ان يزل فيها المؤمن، والمؤمن اللي بيزل في خطيه يحتاج الى من يغسل رجليه بطريقه روحيه، يحتاج الى من ياخذ بيده ويقيم من هذه السقطه. عشان كده الرسول بولس في رساله غلاطيا بيطبق الامر ده بطريقه روحيه لما بيقول ان انسبق انسان فاخذ في زله ما، فاصلحوا انتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداع. الحاجه الثانيه ان المسيح استخدم منشفه، والمنشفه بتعبر عن اني انا لما اروح اذا كنت شخص روحاني رايح اعالج اخويا اللي سقط، علي ان يكون العلاج بيني وبينه، علي ان احتفظ بهذا الامر لنفسي. فالكتاب يقول لان المحبه تستر كثره من الخطايا. الحاجه الثالثه العمليه اللي انا برضو بلاحظها تأييدا لكلام الاخ الحبيب فايز، ان كان السيد العظيم عمل كده فما بالنا نحن المفروض نعيش حياه الاتضاع. مش عارف ايه اللي بيخلي الواحد يتكبر على اخوه، مركز، جاه، ثروه، لا شيء يستحق، لان الواحد ما جابش حاجه من عندياته. الكتاب يقول اي شيء لك لم تاخذه، وان كنت اخذت فلماذا تفتخر كانك لم تاخذ. استعمال الرب الميه هنا نقدر نربطه بان احنا قلنا في اكتر من حته ان الميه هي الكلمه، مش كده؟ افسس 5 مثلا. تمام. بيحضرني تشبيه قاله احد الافاضل اللي سبقونا، انه لما تغسل رجلين اخوك لا تجيب ميه مغليه ولا تجيب ميه متلجه، يعني لا اجيب الميه عشان اسلخه اتعبه، ولا ميه برضو متلجه يعني خاليه من المشاعر والقصه ديت. يعني مش بس كده اخ عصام، يعني كمان لا ينبغي ان انحني واصل لرجليه. نعم. مش هفضل عالي واقول له ارفع لي رجليك، ده تبقى تعذيب، يعني ده انا بعذبه، لكن انحني واصل. والمسيح عمل كده صحيح، وعلينا ان نصل الى ارجل اخواتنا برضو بمعنى روحي، يعني لا نتكبر عليهم، بل اصلحوا انتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداع. وكمان يا اخ يوسف على المعالج ما يفتكرش روحه افضل من اللي سقط، لان الكتاب بعدها بيقول نظرا الى نفسك لئلا تجرب انت ايضا. هذا يقودنا للمسيح مثالنا يا اخ يوسف بصفه عامه، اروع مثال، كيف ينبغي ان نحتذي به؟ يعني اذا حطينا المسيح كمثال لنا، هو في الحقيقه كده، يعني عايز اقول احنا ما عندناش لائحه من مجموعه اوامر ونواهي افعل ولا تفعل، مش هي دي الحريه اللي في المسيح. لكن المسيحيه تتميز بالمسيح، بمعنى ان هو المدرسه وهو المدرس وهو الدرس. في ايه جميله في افسس 4 لما بيقول الرسول لم تتعلموا المسيح هكذا ان كنتم قد سمعتموه وعلمتم فيه. لم تتعلموا المسيح هكذا هو نموذج الاجابه، هو الوسيله التوضيحيه اللي بيجيبها المدرس معاه. ان كنتم قد سمعتموه كالمعلم وعلمتم فيه باعتباره المدرسه. المسيح هو كل شيء بالنسبه لنا. بيقول لنا مثلا في متى 11:29 تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب، يعني أتعلم منه الوداعة، أتعلم منه التواضع. هو في الحقيقة مدرسة في الوداعة والتواضع، لا سيما لما نقرأ الأناجيل الأربعة نتعلم منه الصلاة. لما فرغ من الصلاة كان بيصلي، التلاميذ قالوا له علمنا أن نصلي، إحنا عاوزين، إحنا شايفينك بتصلي بس صلاتك تختلف عن أداء الواجب والفرائض اللي لا، أنت بتصلي صلة حقيقية بينك وبين الله، علمنا أن نصلي. كان المسيح رجل الصلاة، كان رجل التمسك بالمكتوب، فكان دائما يرد على المستجوبين سواء الشيطان أو الأشرار من المكتوب. في كمان حاجة مهمة ويمكن اليومين دول محتاجين لها فعلا، إننا ماذا عندما نحتمل أحزانا متألمين بالظلم، ماذا نفعل؟ هل نتمرد ونثور؟ هل دي روح المسيحي؟ هل تعلمنا المسيح هكذا؟ في رسالة بطرس الأولى أصحاح 2 بيقول لنا لا، أي فضل لكم إن كنتم تلطمون مخطئين فتصبرون، بل إن كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون، فهذا فضل عند الله.
لأنكم لهذا دعيتم، فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. إذن نحن نتعلم المسيح وهو نموذجنا ومثالنا في كل شيء. سؤالين بسرعة كدهوت عشان نختم حلقتنا. أخ أيمن، أخ أيمن بيقول الرب كدهوت مبدأ الظاهر إن إحنا نسيناه، لأنه بيقول كدهوت ليس عبد أعظم من سيده ولا رسول أعظم من مرسله. هل نعيش هذا الكلام واقعيا اليوم؟ هو بصراحة إحنا ممكن نكون عارفين كويس قوي إن المسيح أروع مثال وأعظم مثال، نقدر نعلم كل الناس باللسان وبالقلم، لكن كبرياءنا واعتدادنا بذواتنا مرات كتير بينسينا المبدأ ده، إنه ليس عبد أفضل من سيده. بننسى إنه انحنى عند أرجل التلاميذ وغسلهم، بننسى إنه خدم في أماكن فقيرة، بننسى إنه خذل من المقربين، بننسى إنه تشتم وتهان، بننسى إنه تعب وقبلت خدمته بجحود وعدم امتنان. لكن لو افتكرنا المبدأ ده هيغير ردود أفعالنا كتير قوي، نكون فعلا قريبين لسيدنا. ختاما أخي يوسف، في آخر حلقتنا كلمة عملية لكلام الرب في عدد 17: إن علمتم هذا فطوباكم إن عملتموه. طبعا الكلام ده ليه انطباق مباشر على الوضع هنا، فأنت عندما تغسل رجلين أخوك زي ما المسيح علمنا هنا، أنت أيضا ستنتعش. يعني أنت لما بتغسل رجلين أخوك بتنعشه، أنت ستنتعش، لأنه بيقول هنا طوباكم. لكن إذا خدناها كمبدأ عام، إن علمتم هذا، ما أكثر ما تعلمناه، طوباكم مش إن وعظتم به وعلمتموه للآخرين، لكن طوباكم إن عملتموه. هكذا كان سيدنا يفعل أولا ثم يعلم، كان مقتدرا في الأفعال وفي الأقوال. ومن عمل وعلم فهذا يدعى عظيما. شكرا ضيوفنا الأعزاء لوقتكم في الحلقة. أعزائنا المشاهدين، نستودعكم لنعمة الله، تاركين أمامكم الجزء اللي درسناه، مصلين أنه تفتحوه مرة تاني والرب يفتح بصيرتكم بأكتر وأكتر من كده، وعلى أمل اللقاء في حلقة قريبة. الرب معكم. We'll be right back.